هذا المتقدم إليه. بسم الآب والابن والروح القدس أمين. بسم الآب والابن والروح القدس أمين. بسم الآب والابن والروح القدس أمين. أمين. إلى الرب نطلب. إلى الرب نطلب. إليسون. أيها السيد الرب إلهنا الصادق في وعدك وغير النادم على مواهبك، يا من دعوت جبلتك دعوة مقدسة إلى هذه السيرة السماوية، أنت كن له معينا ليخدم كنيستك المقدسة. أنمه لكي يعطي في كل تعب من أتعابه الحق ثمرا مرضيا لصلاحك، وقدسه واعطه أن يقرأ أقوالك الإلهية ويدرسها بكل حكمة وفهم، حافظا إياه في سيرة لا عيب فيها. وأما نحن فاجعل نفوسنا في سلام حتى نحتمل بعضنا بعضا بتواضع حقيقي خال من الرياء، مانحا إيانا جميعا ملكوتك السماوي برحمة ورأفات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يلبس ابننا الروحي
ثوب البر والابتهاج على اسم الآب والابن والروح القدس. أمين. فلنقل من أجله يا رب ارحم. ابننا الروحي رائد يأخذ الجبة المباركة حلة للنقاوة وعدم الفساد على اسم الآب والابن والروح القدس. أمين. فلنقل من أجله يا رب ارحم. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون. ابننا الروحي رائد يلبس الكلوس المباركة كخوذة رجاء وعدم الشر على اسم الآب والابن والروح القدس. أمين. فلنقل من أجله يا رب ارحم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. قال الرب: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. أمين. قال الرب: هكذا فليضئ نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أمين. ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أطلع نور المعرفة للعالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وأن يعرفوا أنك من مشارق العلو أتيت يا رب المجد. وإلى دار الدائرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا إلى سنين قدوس إلى سنين عديدة يا سيد. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يوم ترحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يوم ترحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يوم ترحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب، اغفر خطايانا يا سيد، تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس، اطلع واشفي أمراضنا
من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. يا رب آمين. يا رب ارحم، 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 يا رب. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الداهرين، أمين. هلموا نجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلموا نجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلموا نجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وإلهنا. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. عسى قوة يرسل لك الرب من صهيون فتسود في وسط أعدائك. لك السيادة في كل قوتك، في بهاء قديسيك، من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. الرب حلف ولن يندم: إنك أنت الكاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. الرب من عن ميامنك يحفظك، يحطم الملوك في يوم غضبه، يقضي في الأمم، يكثر الجثث، يرضي رؤوس كثيرين على الأرض، من الوادي يشرب في الطريق، لذلك يرفع رأسه. لك أعترف يا رب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم. عظيمة هي أعمال الرب، ومصنوعة بالدقة وفقا لمشيئته كلها. صنعه مجد وجلال، وبره يدوم إلى أبد الأبد. جعل لعجائبه ذكرا. الرب رحيم ورؤوف، يرزق خائفيه طعاما، يذكر ميثاقه إلى الأبد. أعلن لشعبه قوة أعماله لكي يعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى أبد الأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل فداء لشعبه، أوصى إلى الأبد بميثاقه. اسمه قدوس ومرهوب، بدء الحكمة مخافة الرب، وجميع الذين يعملون بها لهم فتنة حسنة، تسبحته تدوم إلى أبد الآبدين. أمل يا رب أذنك واستمع لي، لأني بائس ومسكين. احفظ نفسي فإني بار. اللهم خلص عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني أصرخ طول النهار. فرح نفس عبدك لأني إليك رفعت نفسي، لأنك أنت يا رب صالح ورؤوف وكثير الرحمة لجميع الداعين إليك. أنصت يا رب إلى صلاتي، وأصغي إلى صوتي طلبتي. في يوم حزني إليك صرخت فاستجبت لي. أيها الرب إلهنا، ليس لك شبيه بين الآلهة، ولا لأعمالك مثيل. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون يا رب ويسجدون أمامك ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت وصانع العجائب، أنت الله وحدك. اهدني يا رب في طريقك فأسلك في حقك، ليفرح قلبي بالذين يخافون اسمك. لك أعترف بكل قلبي أيها الرب إلهي، ولإسمك أمجد إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم إن مخالفي الناموس قاموا علي، وجماعة العتاة طلبوا نفسي، ولم يجعلوك أمامهم. أما أنت أيها الرب إلهي، فرؤوف ورحيم، طويل الأنات وكثير الرحمة، وإله حق. انظر إلي وارحمني، هب قوتك لعبدك وخلص ابن عمتك. اصنع معي علامة للخير، ليرى ذلك مبغضي فيخزو،
لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس. في ذلك الوقت كتبت مريم مع يوسف الشيخ في بيت لحم بما أنها من زرع داود وكانت حاملة الحمل الذي بغير زرع. فلما حان وقت الولادة ولم يكن لهما مكان في القرية ظهرت المغارة للملكة كبلات مطرب المسيح يولد منهدا السورة التي سقطت منذ القديم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لا تعرض عن الذين جبلتهم بيدك أيها الصالح يا من ولد من العذراء لأجلنا واحتمل الصلب وسبى الموتى بموته وأرى القيامة بما أنه الإله. بل أعلن محبتك للبشر يا رحيم واقبل شفاعات والدتك والدة الإله من أجلنا وخلص يا مخلصنا شعبا يائسا. آناس إن إيرادوس اشتملت عليه الدهشة لما عاين تقوى المجوس ولما سطع عليه الغيظ أخذ يستقصي منهم عن مدة الزمان فأعدم الأمهات أولادهن وحصد بصرامة قامت الأطفال النضيرا فجفت الثدي وغارت موارد اللبن فعظيمة كانت النائبة لذلك فلنجتمع بحسن عبادة أيها المؤمنون ونسجد لميلاد المسيح. الله من التيمانيات والقدس من جبل مظلل مدغل إن يوسف لما كان ماضيا إلى بيت لحما جرح بالحزن فهتفت نحوه أيتها البتول قائلا لماذا تبص مقطبا وتضطرب عند تراني حبلا غير عالم بالكليات السر الرهيب الذي فيا فأقصي عنك كل جزاع متفهما الأمر المستغرب لأن الإله من أجل رحمته قد انحدر إلى الأرض واتخذ الآن جسدا في حشي
وسط عينه مولودا كما سره فتمتلئ فرحا وتزد له بما أنه خالقك الذي تسبحه الملائكة بغير فتور ويمجدونه مع الآب والروح القدس. Κύριε Ισακή, οικουάτην ακοήν σου και φοβήθην, κατενόησα τα έργα σου, ότε Υιός υπάρθενε, λύπη αιτητρός και το προς Βηθλέμα πέραν, ευώας προς αυτόν, τι ωρών με εγγύον, στιγνάζεις και ταράσεσαι, αγνών όλος το ενεμή φρικτών μυστήριων. Λοιπόν από φόβων απάντα το παράδοξον ενών Θεός κάτι γάρε πηγής διέλεον εν τη εμή μήτραν νίκες άρκα προσελάβετο ον περτυκτωμένον όψι ως ευδόκησε και της χαράς πλήστης προσκυνήσεις ως κτίστην σου ον άγγελοι υμνούσιν απάστος και δοξάζουσιν συν Πάτρι και Αγίο Πνεύματι. تسبحه الملائكة بغير فتور ويمجدونه مع الآب والروح وإلى دار
الخليقة بأسرها في قبضة. المجد لك يا رب المجد لك. اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضة. المجد لك يا رب المجد لك. اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضة. المجد لك يا رب المجد لك. الذي هو بجوهره غير ملموس يدرج في الأقمطة كطفل الإله الذي ثبت السماوات قديما منذ البان يتكئ في مذود الذي أمطر للشعب منا في القفر يغتذي من الثديين لبنا ختن البيعة يستدعي المجوس وابن العذراء يتقبل منهم الهدايا. نسجد لميلادك أيها المسيح. نسجد لميلادك أيها المسيح. نسجد أيها المسيح. فارنا ظهورك لنا الخالقة بأسرها في
في قبضته. اليوم يولد من الباطن الضابط الخالقة because
بروكي منون باللحن الرابع عن الأم سهيوم يقول: إنسان والإنسان قد ولد فيها الذي أساسه في الجبال المقدسة. قراءة من نبوة أشعياء النبي: قد ولد لنا صبي وأعطي لنا ابن فصارت رئاسته على كتفه وقد دعي اسمه رسول الرأي العظيم مشيرا عجيبا إلها قويا مسلطا رئيس السلام أبا الدهر الآتي. فإني سأجلب سلاما على الرؤساء وسلاما وصحة له. رئاسته عظيمة وسلامه لا حد له. على كرسي داود وعلى مملكتي يجلس ليقررها ويعددها بالإنصاف والعدل من الآن إلى الدهر. إن غيرة رب السباؤوت تصنع هذا فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. يا إخوة، إن المقدس والمقدسين كلهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا: سأخبر باسمك إخوتي وأسبحك في الكنيسة. وأيضا سأكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا ذا والأولاد الذين أعطنيهم الله. إذن إذ قد اشترك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو كذلك فيهما لكي يبطل بموته من كان له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق كل الذين كانوا مدة حياتهم كلها خاضعين للعبودية مخافة من الموت. فإنه لم يتخذ الملائكة قط، بل إنما اتخذ نسل إبراهيم. فمن ثم كان ينبغي أن يكون شبيها بإخوته في كل شيء، ليكون رئيس كهنة رحيما أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. لأنه إذ كان قد تألم مجبرا فهو قادر على أن يغيث المصابين بالتجارب. هللويا هللويا هللويا. ولروحك أيضا. المجد لك يا رب، المجد لك. لما انصرف المجوس إذا بملاك الرب ظهر ليوسف في الحلم قائلا: قم فخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. فإن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه، فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرفا إلى مصر. وكان هناك إلى وفاة هيرودس ليتم المقول من الرب النبي القائل: من مصر دعوت ابني. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا وأرسل فقتل كل صبيان بيت لحم وجميع تخومها من ابن سنتين فما دون، على حسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تم ما قاله أرمياء النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها وقد أبت أن تتعزى
لأنهم ليسوا بموجودين. فلما مات هيرودس إذا بملاك الرب ظهر ليوسف في الحلم في مصر قائلا: قم فخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، فقد مات طالبو نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولما سمع أن أرشيلاوس قد ملك على اليهودية مكان هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى هناك، وأوحي إليه في الحلم، فانصرف إلى نواحي الجليل، وأتى وسكن في مدينة تدعى ناصرة. ليتم المقول بالأنبياء: إنه يدعى ناصريا. المجد لك يا رب، المجد لك. Oh.
إلى سنين عديدة يا سيد. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا. من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. أمين. اليوم العذراء تأتي إلى المغار لتلد الكلمة الذي قبل الدهور ولادة لا تفسر ولا ينطق بها. فافرحي أيتها المسكونة إذا سمعتي ومجدي مع الملائكة والرعاة. الذي سيظهر بمشيئته طفلا جديدا وهو إلهنا قبل الدهور. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. كيريا ليسون 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 كيريا ليسون. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. كيريا ليسون 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 كيريا ليسون. يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مجود له مجد. المسيح الإله الطويل الأنات الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ الداعي الكل إلى الخلاص موعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب تقبل منا في هذه الساعة طلباتنا وسهل حياتنا إلى عمل وسياق. قدس أرواحنا طهر أجسادنا قوم أفكارنا نقي نياتنا نجنا من كل حزن وشر وجع. أحطنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه فإنك مبارك إلى الأبد آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير كياس السيرافيم. يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله حقا إنك والدة الإله إياك نعظم. بسم الرب بارك يا سيد. معلقا في مثل على الصليب المحيي ما هذا للمسك الشكور المدخل إلى الفردوس وباب الموت. اغفر لنا لا الخطأ غير المستحقين فإننا قد أخطأنا وأثمنا ولسنا بأهل لأن نرفع عيوننا وننظر إلى علو السماء. إذ قد تركنا طريق برك وسلكنا في أهواء قلوبنا لكننا نتضرع إلى صلاحك الذي لا يحد. فاشفق علينا يا رب حسب كثرة رحمتك وخلصنا من أجل اسمك القدوس. فإن أيامنا قد انقضت بالباطل. أنقذنا من يد المقاوم واترك لنا خطايانا وأمت أهواءنا الجسدية حتى ننزع الإنسان العتيق فنلبس الجديد ونعيش لك أيها السيد المحسن. وهكذا باتباعنا أوامرك نصير إلى الراحة الأبدية حيث يسكن جميع الفرحين
فإنك أنت فرح الذين يحبونك أيها المسيح إلهنا وسرورهم الحقيقي، فإياك نمجد مع أبيك الذي لا بد له وروحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان ولدار الداهرين آمين. أيتها الفائز قدسها والدة إلى خلصينا، يا من هي أكرم من الشربيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة لله إياك نعظم. المجد لك أيها المسيح يا إله ورجانا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح من حقيقي يا من أنت عظيم في قدسيك، أنت بشفاعة أمك القديسة البريئة من كل عيب، قوة الصليب الكريم المحيي، نعمة القبر المقدس القام الحياة، طلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديس أثناسيوس الكبير، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، وأبان الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وكيم وحنة، والقديسة إفيانية الذي نقيم تذكارها اليوم، وجميع قديسين. ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح والمحب البشر. بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. أيها المسيح إلهنا قد أشرق نور المعرفة للعالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وأن يعرفوا أنك من مشارق العلو يتيت يا رب المجد لك. في بين سيسو كريستيوس وسيمون ونتي لنو كوزمو توفوستو تيش γνώσεως εν αυτοί γάροι της άστρης λατρεύοντες υπό αστέρος σε διδάσκοντο σε προσκυνήν των ηλιών της δικαιοσύνης και σε γίνος κοινέξι ύψους ανατολήν Κύριε δόξα σοι. ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أشرق نور المعرفة للعالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وأن يعرفوا أنك من مشارق العلو يتيت يا رب المجد لك. Thank you.
كلفسون كلفستي. مر أيها السيد القديس هذا المتقدم إليك. بسم الآب والابن والروح القدس. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس. أمين. إن الرسل الكارزين بالله الذين قد رتبوا كل شيء على نظام حسن، ومحفل الآباء المتوشحين بالله الذين خلفوهم قد حددوا في قوانينهم ألا تمنح رتبة الكهنوت الإلهية لأحد دون فحص كثير واختبار مدقق، وذلك لكي لا يخدم الخدم الإلهية أناس غير أهل لها، فإذ قد حضر إلينا الإبن الروحي رائد نادي شاكر حنا وطلب الحصول على رتبة الكهنوت العظيمة، أوقفته أمام أيقونة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المقدس، وفحصت بتدقيق قلبه ووقفت على سيرته من أناس آخرين غيره أيضا مشهود لهم بالصدق والاستقامة وعارفين أحواله، وإذ لم أجد فيه ما يمنعه من إتمام رغبته أشهد له إنه مستحق لرتبة الكهنوت وبالغ السن المطلوب على موجب ما تأمر به القوانين الإلهية، وقد أعطيته هذا السك موقعاً بإمضائي بياناً لذلك أنا الأب الروحي. أيها الرب إلهنا الذي بالروح القدس الواحد نفسه تقسم المواهب لكل واحد من الذين اخترتهم، يا من منحت كنيستك مراتب متنوعة وأقمت فيها درجات لخدمة أسرارك المقدسة الطاهرة، يا من بسابق معرفتك غير المندركة انتذبت عبدك هذا سوفرونيوس أيضاً حتى يكون أهلاً لأن يخدم كنيستك المقدسة، أنت أيها السيد احفظه في كل شيء غير ملوم، وامنحه أن يحب جمال بيتك ويقف أمام أبواب هيكل قدسك ويضيء مصباح مسكن مجدك، واغرسه في كنيستك المقدسة مثل زيتونة مثمرة ليثمر ثمر العدل، وأوضحه في وقت حضورك عبدا كاملا لكي يتمتع بجائزة الذين أرضوك، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كل المؤمنين يا كل المؤمنين يا كل المؤمنين أؤمن بإله واحد.
قد أشرق نور المعرفة للعالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وأن يعرفوا أنك من مشارق العلويتين يا رب المجد لا مباركة مملكة الأب والابن والروح القدوس لنا وكل أوان وإلى دار الدهر. آمين. هلم نسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وإلهنا. باركي يا نفسي الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا، الاعتراف عظم الجلال تسربلت، اللابس النور مثل الثوب، الباسط السماء مثل الخيمة، المسقف بالمياه على لي، الذي جعل السحاب مركبته الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تزول إلى دهر الداهرين، رداؤها اللجة كالثلج كالثوب، على الجبال تقف المياه من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، تصعد إلى الجبال وتنزل إلى البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي وجه الأرض، الذي يرسل العيون في الشعاب وفي وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغاد، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تنادي بأصواتها، الذي يسقي الجبال من علليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزا من الأرض وخمرا تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان، يشبع خشب الغاب وأرز لبنان الذي نصبته، هناك تعشش العصافير ومساكن الهيرودي تتقدمها، الجبال العالية للآئلة والصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل وفيه تعبر كل وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتطلب من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى صناعته حتى المساء، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع هناك دبابات ليس لها عدد، حيوانات صغار مع كبار، هناك تسلك السفن، هذا التنين الذي خلقته ليلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، ليلذ كلامي ليلذ له كلامي وأنا أفرح بالرب، ليبد الخطأ من الأرض والأثم حتى لا يوجد فيها. بارك يا نفس الرب.
الشمس عرفت غروبها، جعل الظلم فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، أمين. أليلويا أليلويا أليلويا، المجد لك يا الله. أليلويا أليلويا أليلويا، المجد لك يا الله. أليلويا أليلويا أليلويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد، بسلام إلى الرب نطلب. يا ليسان، من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. يا ليسان، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا ليسان، من أجل أبينا بطريرك ثيوفيلوس وأبينا إسبولاتي ذاسبوتا، جميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا ليسان، من أجل هذه الكنيسة المقدسة وجميع الكنائس والأديرة وهذه المدينة وسائر المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. كيريا ليسان، من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو، المرضى والمضنيين والمغتربين والمؤجرين والمشردين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا ليسان، اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم، بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البكرية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين، آمين.
حصينا على شفتي لا تمل قلبي إلى كلام الشر ليتعلل بعلال الخطايا مع الناس العاملين الإثم ولا اتفقوا مع مختاريهم سيؤدبني الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخطيئ فلا يدهن به رأسي لأن صلاتي أيضا في مسراتهم قد ابتلعت خطوتهم ملتصقين بصخرة يسمعون كلماتي فإنها قد استلذت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم فإليك يا ربي يا ربي عيني وعليك توكلت فلا تنزع نفسي احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن معاثر صنيعي الإثم تسقط الخطوات في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى أن أعبر بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرعت أسقط أمامه تضرعي وأحزاني قدامه خبر عند فناء روحي مني أنت تعرف سبلي في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه أخفوا لي فخا تأملت في الميامين وأبصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المهرب مني ولم يوجد من يطلب نفسي فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي ونصيبي في أرض الأحياء أنصت إلى طلباتي فإنني قد تذللت جدا نجني من الذين يطهدونني لأنهم
قد اعتزوا عليا. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك. إيايا ينتظر الصديقون حتى تجازيني. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع لصوتي. لتكن أذنك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب فمن يثبت؟ فإن من عندك الاغتفار. هلم لنبتهج بالرب مذيعين السر الحاضر. فإنه قد زال سياج الحيط المتوسط والحربة اللاهبية تنقلب راجعة والشيروبيم تبيح عود الحياة. أما أنا فأعود إلى التمتع بنعيم الفردوس الذي نفيت منه قبلا بسبب المعصيات. لأن صورة الأب وشخص أزلياته المستحيل أن يكون متغيرا قد اتخذ صورة عبد آتيا من أم لم تعرف زواجا خلوا من استحالة. حيث لبث كما كان إلها حقيقيا واتخذ ما لم يكن إذ صار إنسانا من أجل محبته للبشر. فلنهتف نحوه صارخين يا من ولد من البتول اللهم ارحمنا. Και το όνομα τόσο υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Δεύτε αγκαλιάσομεθα το Κύριο, το παρόν μυστηρίον εκδηγουμένη. Το μεσότυχον του φραγμού διαλέλειτε, η φλογίνη ρομφέα τα νότα διδώσει και τα χερουβήν παραχώρη του ξύλου τη ζωή. Καγό του παραδείσου της τρυφής μεταλαμβάνω, ο προεξευλήθην δια της παρακοής. Η γάρ απαράλλακτος εικόν του Πάτρος, ο χαρακτήρ της αιδιότητος αυτού, μορφή δούλου λαμβάνει. Εξ απειρογά μου μητρός προελθόν, ουτροπήν υπέμεινας, ο γαρήν διέμεινε Θεός ο αληθινός, και ουκήν προσέλαβεν άνθρωπος γενομένος,
διαφιλανθρωπίαν, αυτό βοήσομεν, ότε εκθείς εκ Παρθένου Θεός, ελέησον ημάς. ننفجار الصبح إلى الليل، ننفجار الصبح ليتكل إسرائيل على الرب. لما ولد الرب يسوع من البتول القديسة، استنارت البرايا بأسرها، فالرعاة يسهرون والمجوس يسجدون والملائكة يسبحون وهيرودس يطارق، لأنه قد طهر بالجسد الإله المخلص نفوسنا. من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثامه. لما ولد الرب يسوع من البتول القديسة، استنارت البرايا بأسرها، فالرعاة يسهرون والمجوس يسجدون والملائكة يسبحون وهيرودس يطارق، لأنه قد ظهر بالجسد إله نفوسنا. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب، ملكك أيها المسيح الإله، ملك جميع الدور، وسيادتك في كل جيل فجيل، فإنك يا من تجسد من الروح القدس وتأنس من مريم الدائم البتولية، قد أطلعت لنا نورا بحضورك أيها المسيح الإله، يا نورا من نور يا ضياء الآب، لقد أنرت الخليقة كافة، فكل نسمة تسبحك يا صورة مجد الآب. فيا أيها الإله السرمد والذي قبل الأزل، يا من أشرق من البتول، اللهم ارحمنا. لأن رحمته قد عظمت علينا، وحق الرب يدوم إلى الدهر، ملكك أيها المسيح الإله، ملك جميع الدهر، وسيادتك من كل جيل فاجل، فإنك يا من تجسد من الروح القدس وتأنس من مريم الدائمة البتولية، قد أطلعت لنا نورا بحضورك أيها المسيح الإله، يا نورا من نور يا ضياء الأب،
لقد أنرت الخليقة كافة فكل نسمة تسبحك يا صورة مجد الأب فيا أيها الإله السرمدي والذي قبل الأزل يا من أشرق من البتول اللهم ارحمنا ذاك سلطة واحدة عالمية والأمم آمنوا بسيادة واحدة إلهية والشعوب اكتتب بأمر قيصر وأما نحن المؤمنين فقد كتبنا باسم لاهوتك يا إلهنا المتنس فعظيمة مراحمك المجد حكمة فلنستقم يا
أصوات بارة لذلك العالم لكي يمجد بروكي من المساء الرب يستمع لي إذا ما صرخت إليه الرب يستمع لي إذا ما صرخت إليه الرب يستمع لي إذا ما إذا دعوت استمعت لي يا إله بري الرب يستمع لي إذا ما صرخت إليه قراءة أولى من سفر التكوين حكمة فلنصغي في البدء خلق الله السماء والأرض وكانت الأرض غير منظورة وغير متقنة وعلى وجه الغمر ظلام وروح الله يرف على وجه الماء وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلام وسمى الله النور نهارا والظلام سماه ليلا وكان مساء وكان صباح يوم واحد وقال الله ليكن جلد في وسط الماء وليكن فاصلا بين ماء وماء فكان كذلك وصنع الله الجلد وفصل الله بين الماء الذي فوق الجلد والماء الذي تحت الجلد وسمى الله الجلد سماء ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوم ثان وقال الله ليجتمع الماء الذي تحت السماء إلى مجتمع واحد ولتظهر اليابسة فكان كذلك واجتمع الماء الذي تحت السماء إلى مجتمعاته وظهرت اليابسة وسمى الله اليابسة أرضاً ومجتمعات الماء سماها بحاراً ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله لتنبت الأرض نباتاً عشباً يبرز بذراً بحسب جنسه وعلى شبهه وعوداً مثمراً يخرج ثمر بذره فيه بحسب جنسه على الأرض فكان كذلك فأخرجت الأرض نباتاً عشباً يبرز بذراً بحسب جنسه وعلى شبهه وعوداً مثمراً يخرج ثمار بذره فيه بحسب جنسه على الأرض ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوم ثالث قد ولدت أيها المخلص في المغارة متنكرا إلا أن السماء كرزت بك للجميع إذ جعلت النجم بمنزلة فم الله وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك بإيمان فمعهم ارحمنا الذي أساسه في الجبال المقدسة الرب يحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك بإيمان فمعهم ارحمنا قد قيلت عنك المفاخر يا مدينة الله أذكر رحاب وبابل بين الذين يعرفونني وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك بإيمان فمعهم ارحمنا والقبائل الغريبة والصور وشعب الحبشة وقدمت إليك مجوسا
ساجدين لك بإيمان فمعهم ارحمنا. هؤلاء قد ولدوا هناك وعن الأم صهيون يقول إنسان، والإنسان قد ولد فيها، والعلي هو الذي أسسها، وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك بإيمان فمعهم ارحمنا. الرب يحدث في كتاب الشعوب وهؤلاء الرؤساء المولودين فيها، إن السكن فيك كسكن بين جميع الفرحين، وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك بإيمان فمعهم ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. قد ولدت أيها المخلص في المغارة متنكرا، إلا أن السماء كرزت بك للجميع، إذ جعلت النجم بمنزلة فم لها، وقدمت إليك مجوسا ساجدين لك بإيمان فمعهم رحمنا. قراءة ثانية من نبوة أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. قد ولد لنا صبي وأعطي لنا ابن، فصارت رئاسته على كتفه، وقد دعي اسمه رسول الرأي العظيم، مشيرا عجيبا، إلها قويا، مسلطا، رئيس السلام، أبا الدهر الآتي. فإني سأجلب سلاما على الرؤساء، وسلاما وصحة له، رئاسته عظيمة وسلامه لا حد له، على كرسي داوود وعلى مملكته يجلس ليقررها ويعضدها بالإنصاف والعدل من الآن وإلى الدهر. إن غيرة رب الصباؤوت تصنع هذا. قد أشرقت من البتول أيها المسيح شمس العدل العقلية، ودل عليك نجم أيها الغير الموسوع، أنك موسوع في مغارة، فأرشد المجوس إلى السجود لك، فمعهم نعظمك أيها المعطي الحياة المجد لك. الرب قد ملك والجمال لبس، لبس الرب القوة وطعم انطق بها، فأرشد المجوس إلى السجود لك، فمعهم نعظمك أيها المعطي الحياة المجد لك. إنه ثبت المسكون فلن تتزعزع عرشك ويا منذ القديم، فأرشد المجوس إلى السجود لك، فمعهم نعظمك أيها المعطي الحياة المجد لك. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار، رفعت الأنهار وأصواتها، ترفع الأنهار عجيجة من صوت المياه الغزيرة، فأرشد المجوس إلى السجود إليك، فمعهم نعظمك أيها المعطي الحياة. عجيب طغيان أمواج البحر، عجيب الرب في العلا، شهادتك صادقة جدا، فأرشد المجوس إلى السجود لك، فمعهم نعظمك أيها المعطي الحياة المجد لك. ببيتك يليق التقديس يا رب إلى طول الأيام، فأرشد المجوس إلى السجود لك، فمعهم نعظمك أيها المعطي الحياة المجد لك. للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين آمين. قد
أشرقت من البتول أيها المسيح شمس العدل العقلية ودل عليك نجم أيها غير الموسوع أنك موسوع في مغارة فأرشد المجوس إلى السجود لك فمعهم نعظمك أيها المعطي الحياة المجدولة. قراءة ثالثة من أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. وعاد الرب فكلم أحاز قائلا سل نفسك آية من عند الرب إلهك إما من العمق وإما من العلاء. فقال أحاز لا أسأل ولا أجرب الرب. فقال أشعياء اسمعوا يا بيت داود أقليل عندكم أن تسئموا الناس حتى تسئموا الرب أيضا فلذلك يؤتيكم الرب نفسه آية ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل يأكل زبدا وعسلا قبل أن يعرف أو يميز الشر فيختار الخير لأنه قبل أن يعرف الصبي الخير أو الشر يرذل الشر ليختار الخير. وقال لي الرب خذ لك درجا جديدا عظيما واكتب فيه بكتابة الناس إنه قد حان أوان المبادرة إلى انتهاء الغنائم بسرعة فأشهد لي رجلين أمينين أوريا الكاهن وزكريا بن بركية ودنوت من النبي فحبلت وولدت ابنا وقال لي الرب ادعو اسمه أسرع إلى السلب بادر إلى النهب فإنه قبل أن يعرف الصبي أن ينادي يا أبتي ويا أمي تحمل ثروة دمشق وغنائم السامرة إلى أمام ملك أشورية معنا الله فاعلموا أيها الأمم وانغلبوا اسمعوا كلكم حتى أقاصي الأرض أيها الأقوياء انغلبوا فإنكم وإن قويتم بعد فسوف تنغلبون وأية مشورة تشاورتم يبطلها الرب وأي قول قلتموه لا يثبت فيكم لأن الله معنا تكري ذي ثام كري ليسون لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أهي أصعثا أهي أسيسيرس أهي أصثاناتس ليسانيماس قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس الله قدوس القوي Ah.
وتركي ويك عيجي أبنى إفماتي أنا كل وان وإلى دهر الدهيرين آمين قدس الذي لا يموت ارحمنا تعاهد هذه الكرمة واصلحان التي يمينك غرستها إلى سنين عديدة يا سيد Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιάν σου εις πολλά اطلع من السماء يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحان التي يمينك غرستها خلص المؤمنين يا رب يسوع صوت السفسر
يا رب خلص المؤمن المؤمن يا رب خلص الحسن العبادة يا رب خلص الحسن واستجب لنا واستجب لنا Θεοφίλου του μακαριωτά του θείωτά του και Παναγιωτά του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεόφιλος Λεπλάκτας ο Τοβαβή ο Αλγαζίλ ο Λιχτήραμ Πατριάρχη Μαδίνα Αλμουκαδέσα Ουρουσαλήμ Βασαίρι Αμέλη Φιλιστίν Βασουρία Αλαραβία Βαϊβρα Λουρδούν Βακάλ Αλγαλήλ Βασιόν Αλμουκαδέσα أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة مصطفى رسل كلي الطهر والجزيل لاحترام المقام من الله رئيس سقيفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا مصطفى راس الكل الطهر والجزيل لاحترام المقام من الله رئيس سقيفة على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوك عديدة الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك الأمم ميراثا لك فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى العبرانيين إن الله بعدما كلم الآباء قديما في الأنبياء كلاما متفرق الأجزاء ومختلف الأنواع كلمنا في هذه الأيام الأخيرة
في الابن الذي جعله وارثا لكل الأشياء وبه أنشأ الدهور وهو ضياء مجده ورسم جوهره وحامل الكل بكلمة قوته وبعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين الجلال في الأعالي وقد صار أعظم من الملائكة بمقدار ما يفضلهم الاسم الذي ورثه لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا وحين يدخل البكر إلى المسكونة ثانية يقول ولتسجد له جميع ملائكة الله وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار وأما للابن فيقول إن عرشك يا الله إلى دهر الدهور وقضيب ملكك قضيب استقامة أحببت البر وأبغضت الإثم فلذلك مسحك الله إلهك بدهن البهجة أكثر من شركائك وأيضا أنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي صنع يديك وهي تزول وأنت تبقى وكلها تبلك الثوب وتطويها كالرداء فتتغير وأنت أنت وصنوك لن تفنى ولمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك أليس جميعهم أرواحا خادمة ترسل للخدمة من أجل الذين سيرثون الخلاص فلذلك يجب علينا أن نواظب على ما سمعناه مواظبة أشد لئلا نسقط فإنها إن كانت الكلمة التي نطق بها على ألسنة الملائكة قد ثبتت وكل تعد ومعصية قد نال جزاء عدلا فكيف نفلت نحن إن أهملنا خلاصا عظيما كهذا قد نطق به على لسان الرب نفسه أولا ثم ثبته لنا الذين سمعوا القارئ ولكافة الشاهد
الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير. المجد لك يا رب المجد لك. يا لنصغي. في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب جميع المسكونة، وجرى هذا الاكتتاب الأول إذا كان كيرينيوس والياً على سوريا. فانطلق الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته، فصعد يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لأنه كان من بيت داود ومن عشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما كان هناك تمت أيام ولادتهم، فولدت ابنها البكر فلفته وأضجعته في مذوذ لأنه لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يسهرون على رعيتهم في هجعات الليل، وإذا بملاك الرب قد وقف بهم ومجد الله قد أشرق حولهم، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشام. إنه قد ولد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الرب في مدينة داود. وهذه علامة لكم: إنكم تجدون طفلاً ملفوفاً مضجعاً في مذوذ. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماويين يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلام، وعلى الأرض السلام، وفي أناس المسرة. فلما انطلق الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنمضي إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذوذ. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، فكل من سمع تعجب مما قال لهم الرعاة. وكانت مريم تحفظ هذا الكلام كله وتتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه
على كل ما سامعوا. وعاينوا كما قيل لهم. المجد لك يا رب المجد لك. بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إلى ربنا نطلب يا رب. Yeah.
المسيحين الحسن العبادة الأرثوذكسين ليذكر الرب الإله في ملك السماء كل حين الآن وكل وإلى دهر الدهر جميع
معكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة الحاضرين هذه الخدمة الشريفة مع نسائهم وأولادهم مع مقدمي هذه القرابين المكرمة والذين قدمت من أجلهم جميع أبناء رعايانا ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين. آمين. كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي. المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والشمامسة والرهبان والراهبات مع عبيد الله إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمندريت قسطنطين وأثناسيوس مع الإيكونوموس بولوس بطرس إيرينيوس جيراسيموس ألكسندروس ديودوروس أرسينيوس مع الإيبوذياكونوس سوفرونيوس المزمع أنيوشرطا شماسا جميعكم مع جميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب مع جميع الذين في الضيقات والأمراض والأحزان الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والحروب والحرائق مع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة وفي جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ديوذروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين رئيس الأساقفة سيلفستروس مع جميع رؤساء الكهنة السالف رقادهم الذين خدموا هذه الأبرشية وأبرشية كيرياكوبوليوس جميعكم مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. بحال
كيريه ليسون. من أجل أنك أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت قدس بشاتي إلى رب نطلب يا رب وارحم كيريه إليسون. أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك إليسون. يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا امينا حافظاً لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. استجب يا رب. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالمين من الرب نسأل. استجب يا رب. ونقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. استجب يا رب. أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي جوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. وراسه كيريه. بعد ذكرنا أكبر القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البدلة مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. أيها الرب إلهنا يا من خلقتنا وأتيت بنا إلى هذه الحياة وأريتنا طرقاً للخلاص ووهبتنا إعلان أسرار سماوية، أنت الذي جعلتنا في هذه الخدمة بقوة روحك القدوس، فارتضي إذن يا رب أن نصير خداماً لعهدك الجديد نخدم أسرارك المقدسة، واقبلنا بحسب كثرة رحمتك لدى اقترابنا من مذبحك المقدس لنصير أهلاً لأن نقدم لك هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وجهالات الشعب، حتى إذا تقبلتها على مذبحك السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب زكية ترسل لنا عوضها نعمة روحك القدوس. اطلع علينا يا الله وانظر إلى عبادتنا هذه وتقبلها كما تقبلت قرابين هابيل وذبائح نوح ومحروقات إبراهيم وخدم موسى وهارون الكهنوتية وتقدمات صموئيل السلامية، وكما تقبلت من رسلك القديسين هذه العبادة الحقيقية كذلك تقبل بفرض صلاحك يا رب من أيدينا أيضا نحن الخطام هذه القرابين، حتى إذا استحققنا أن نخدم مذبحك المقدس غير ملومين ننال أجرة الوكلاء الأمناء الحكماء في يوم مجازاتك العادل الرهيب. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسون الصالح المحيي
الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. لنحبن بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقرين. بآب وابن وروح قدوس ثالوث متساو في الجوهر وغير منفصل. والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا فاق لنا عند الرب لنشكرن الرب لحق وواجب. إنه لحق وعدل ولائق في الحقيقة بعظمة جلال قدسك أيها الكائن السيد الرب الإله الآب الضابط الكل
المسجود له، أن نسبحك ونمدحك ونباركك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك يا من أنت وحدك الإله الحقيقي، وأن نقدم لك بقلب منسحق وروح متضعة عبادتنا هذه الناطقة، لأنك أنت منحتنا معرفة حقك، ومن هو كفء لأن ينطق بجبروتك ويجعل كل تسبيحك مسموعة أو يخبر بجميع عجائبك في كل حين. يا سيد الكل، رب السماء والأرض وكل الخليقة المنظورة وغير المنظورة، الجالس على عرش المجد والناظر الأعماق، الذي لا بدء له، غير المنظور، غير الموصوف، غير المدرك، غير المستحيل، أبا ربنا يسوع المسيح الإله العظيم والمخلص رجاؤنا، الذي هو صورة صلاحك وختم مساو لك في الرسم، موضح في ذاته إياك أيها الآب، وهو الكلمة الحية والإله الحقيقي والحكمة التي قبل الدهور، والحياة والتقديس والقدرة والنور الحقيقي الذي منه ظهر الروح القدس، روح الحق وموهبة التبني وعربون الميراث المستقبل، وبكورة الخيرات الأبدية والقوة المحية وينبوع التقديس، الذي منه تتأيد كل خليقة ناطقة وعقلية فتعبدك وترفع لك التمجيد السرمدي، لأن كل البرايا عبيدك، فإنه إياك تسبح الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والربويات والرئاسات والسلاطين والقوات والشيروبيم الكثيرين للعيون، ولديك ماثلون السرافيم محتفين حولك، لكل واحد منهم ستة أجنحة يحجب بجناحين وجهه وبجناحين رجليه وبجناحين يطير، ويصرخون أحدهم نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجيد لا تفتر. وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 وصلوا في الأرض.
أيها الإله الآب اختطافاً، ومع كونه إلهاً أزلياً ظهر على الأرض وخالط الناس، وبتجسده من العذراء القديسة أخلى ذاته آخذاً صورة عبد، وصار مساوياً لنا في هيئة جسدنا الوضيع لكي يجعلنا مساوين له في صورة مجده. فإنه لما كان بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت. ارتضى ابنك الوحيد الكائن في أحضانك أيها الإله الآب أن يولد من امرأة هي والدة الإله القديسة الدائمة البتولية مريم، ويصير تحت الناموس فيقضي على الخطيئة بجسده، حتى إن الذين يموتون بآدم يحيون بمسيحك. فتردد في هذا العالم وأعطانا أوامر للخلاص وأبعدنا عن ضلالة الأوثان، وهكذا قدمنا إلى معرفتك أيها الإله الآب، أيها الإله الآب الحقيقي، مقتنياً إيانا لنفسه شعباً خاصاً كهنوتاً ملوكياً أمة مقدسة، وطهرنا بالماء وقدسنا بالروح القدس، وبذل نفسه فدية للموت الذي كان مستولياً علينا أرقاء تحت الخطيئة، وانحدر بالصليب إلى الجحيم ليمتلئ الكل منه، فحل أوجاع الموت وقام في اليوم الثالث، ففتح لكل ذي جسد طريق البعث من بين الأموات، إذ لم يكن ممكناً أن يضبط عنصر الحياة في البلا، فصار بكورة الراقدين وبكراً من بين الأموات لكي يكون هو الكل متقدماً في كل الأشياء، وصعد إلى السماوات فجلس عن يمين جلالك في العلا، وهو سيأتي ليجازي كل واحد بحسب أعماله. وقد ترك لنا تذكارات ألامه الخلاصية التي نحن واضعوها الآن أمامك اتباعاً لوصياه، فإنه في الليلة التي أسلم فيها ذاته فدية عن حياة العالم، فيما كان مزمعاً أن يخرج ماضياً إلى موته الطوعي المجيد المحيي، أخذ خبزاً في يديه الطاهرتين المقدستين ورفعه إليك أيها الآب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك أخذ الكأس من نتاج الكرمة ومزج وشكر وبارك وقدس، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. هذا اصنعوه لذكري، فإنكم كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي. فإذ نحن متذكرون أيها السيد ألامه الخلاصية، صلبه المحيي ودفنه الثلاثي الأيام، وقيامته من بين الأموات، وصعوده إلى السماوات، وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب، ومجيئه الثاني المجيد الرهيب، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. لأجل هذا أيها السيد الكلي قدسه نجسر نحن أيضا عبيدك الخطأ غير المستحقين الذين أهلنا لخدمة مذبحك المقدس، لا بالنظر إلى برنا، لأننا لم نصنع شيئا صالحا على الأرض، بل بمجرد مراحمك ورأفاتك التي أفضتها علينا بسخاء، وندنو من مذبحك المقدس. وإذ وضعنا رسمي جسد ودم مسيحك المقدسين، نطلب إليك ونسأل يا قدوس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك القدوس علينا،
وعلى هذه القرابين الموضوعة ويباركها ويقدسها ويوضح. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. أما هذا الخبز فجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. المهرق من أجل حياة العالم وخلاصه. آمين. 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 وأما نحن المشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة فاجعلنا كلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدس واحد، ولا تجعل الاشتراك في جسد ودم مسيحك المقدسين لأحد منا لدينونة ولا لإدانته، بل اجعله لأن نجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر من الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكرزة والمبشرين والشهداء والمعترفين والمعلمين وروح كل صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. مستكين أرسينيو και Ψάρα Ιερέως και Αλεξίου Ιερέως και κατ' τον Πρεσβυτέρων τέκνων εκείνων συγγενών αυτών Σοφρονίου και Πολιακών προς την Κυφορία και Πεζομένα και Ρινέας Μοναχής μετά τις συνοδίες αυτής των γονέων και πάντων των αδελφών των μισούν των χέδαφων των ημάς μίστητη Κύριε πάντων των οντων ημών του Χριστός ευχαριστή وخاصةً من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. أنا آنس إن البرايا بي أسريها تفرح بك يا ممتلية نعمة نحافظ افتقدنا يا الله. أيها الهيكل المتقدس والفردوس المطهر فخر البتولية مريم وثبت هذا التي هذه القرابين المقدسة والأسباب التي الأرضيات اذكر يا رب الذين على
بصلاحك واصلح الأشرار بخيراتك. اذكر يا رب الشعب الواقف حولنا والمتخلفين عنا لأسباب مرضية لديك، وارحمهم وإيانا بحسب كثرة رحمتك. املأ خزائنهم من كل الخيرات، واحفظ جيزاتهم في سلام ووفق ووئام. رب الأطفال ونمهم، هذب الأحداث، شدد الشيوخ، عز الصغيرين نفوس، اجمع المتشتتين، رد الضالين وضمهم إلى كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية. اعتق المعذبين بالأرواح النجسة التي تعذبهم، ورافق المسافرين في البر والبحر والجو. اعتني بالأرامل، اعضد اليتامى، انقذ الأسرى، اشفي المرضى. اذكر اللهم الذين في المحاكم والمناجم والمنافي والعبودية المرة والضيقات والشدائد والكوارث المتنوعة، وكل المفتقرين إلى تحننك العظيم، والذين يحبوننا والذين يبغضوننا، والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم. أذكر أيها الرب إلهنا كل شعبك، واسبغ على الجميع رحمتك الغنية، مانحا إياهم كل ما يطلبونه للخلاص. أما الذين لم نذكرهم نحن، إما عن جهل بهم أو عن نسيان أو لكثرة الأسماء، فاذكرهم أنت يا الله العالم بسن واسم كل إنسان، والعارف كل إنسان من جوف أمه. فإنك أنت يا رب عون الذين لا عون لهم، ورجاء اليائسين، ومنقذ المكابدين أهوال الشتاء، وميناء المسافرين في البحر، وطبيب المرضى. كن أنت الكل الكل، يا عالما بكل إنسان وبغيته وكل بيت وحاجته. اذكر يا رب هذه البطريركية وهذه الأبرشية وهذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة التي نحن ساكنوها، وكل المدن والقرى، من الجوع والوباء والزلازل والغرق والحريق والسيف، ومن غارات الغرباء والحروب الأهلية والموت الفجائي. أذكر يا رب جميع الأساقف المستقيمين الرأي، القاطعين كلمة حقق باستقامة. اذكرني أنا أيضاً غير المستحق بحسب كثرة رأفتك، واغفر لي كل ذنوب الطوعية والكرهية، ولا تمنع بسبب خطاياي نعمة روحك القدوس عن هذه القرابين الموضوعة. اذكر يا رب الكهنة والخدام في المسيح وكل الطغمات الكهنوتية، ولا تخزي أحداً منا نحن المحيطين بمذبحك المقدس. افتقدنا يا رب بخيريتك، وتجلى لنا برأفتك الغنية. هبنا الأهوية معتدلة نافعة، جد علينا بأمطار معتدلة صالحة لخصب الأرض. بارك إكليل سنة خيريتك، كف شققات الكنائس، واخمد تشامخ الأمم وإعجابهم، اقمع ثورات البدع سريعا بقوة روحك القدوس. اقبلنا جميعا في ملكوتك، جاعلا إيانا أبناء للنور أبناء للنهار. هبنا سلامك ومحبتك أيها الرب إلهنا، فإنك قد منحتنا كل شيء. عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. أيتها الفائق قدسها عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. الذين قدموها والذين قدمت لأجلهم، اذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص. اذكر يا رب أولاً أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً مديد الأيام.
مفصلا كلمة حقيقة باستقامة. وإلا جميع لك سكنتنا في السفرس وهبه لأنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام. فصل عن كلمة حقك باستقامة. وهلنا جميعا كافة واقنا أن نمجد فمن واحد وقلب واحد ونسبح اسم الإكرام العظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. آمين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا بعد ذلك. أيها الإبن الروحي الإبوذياكون سوفرونيوس، ابني اليوم الكنيسة بتدعوك، صوت الرب بدعوك حتى تخدم كنيسته بهذا اليوم المقدس اللي فيه منتهيأ حتى نحيا تجسد الإله الكلمة. في هذا اليوم المقدس في حياة الكنيسة وأبنائها المؤمنين صوت الإله بدعوك حتى تخدم كنيسة المسيح. كنيستنا المقدسة هاي الكنيسة الأرثوذكسية أم الكنائس كنيسة القدس ببركة أبينا وبطرياركنا صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وبقرار من المجمع المقدس اليوم يا بني بتم صيامتك لأول درجة من درجات الشموسية. في هاي اللحظات وانت تعيش عنصرتك الشخصية بعيد تجسد الإله الكلمة، المشاعر تختلط والأحاسيس بتطفق أكثر وأكثر أمام عظمة محبة الله الداعي. كيف ربنا بدعونا نحن غير المستحقين حتى نخدمه. والشموسية هي حتى اتذكرك يا ابني دائما مهما وصلت في حياتك الكهنوتية من هلأ وطالع لشيء، الشموسية هي حتى اتعلمك وتذكرك دائما
كلام السيد اللي حكاه: من أراد أن يكون أول فليكن خادم للجميع. امسك التواضع، بالتواضع قلبك رح يعيش سلام. سلام اللي آتي من التواضع ما بقدر حد يعطيك إياه سوى يسوع الحلو العذب اللي حكى: سلامي أعطيكم. هذا السلام يا بني فقط بيجيك من التواضع في قلبك، إنك دائما تعي سفوريتك إنه ولا شيء، نحن لا شيء، كل شيء الله، وكل ما نتممه هو منه، هو اللي بيتمم كل شيء، نعم من خلالنا. وهذا هو برهان لمحبته لإلنا، نحن غير المستحقين لهاي النعم العظيمة اللي هو بعطينا إياها. يا ابني سوفرونيوس، بعد قليل رح تدخل لقدس الأقداس حيث تشتهي الملائكة القديسين التطلع ورؤية وجه التقدمة. اللي انت من هلا وطالع رح تشوفه الملائكة بتشتهي انها تشوفه، انت رح تشوفه، رح تعاينه. وعشان هيك الأوراريو اللي هلا محطوط على خصرك، اللي بعدين بعد شوي رح تلبسه، اللي رح يكون إلك الزنار كجناحين، لأنه الشماس في الكنيسة هو مثل الملاك اللي بيطير في الكنيسة. وهون مدعو إنه حياتك أن تكون ملائكية، وهون دورك أنت وزوجتك الحبيبة كيف بدكم تقدروا مع بعضكم البعض إنكم تعيشوا في كنيستكم الصغيرة مع أولادكم بنعمة وبركة الله، تعيشوا هاي النعمة والبركة يومياً في حياتكم العائلية البيتية، لأنه من غاد أبني بتبتدئ حياتنا. انتبه لحياتك الروحية، انتبه لصلاتك اليومية، انتبه كيف بتحضر ذاتك قبل ما تيجي للخدم الإلهية وللأسرار الكنسية، وبالأخص لسر الشكر الإلهي. دائماً اعمل الصلوات اللي عليك من أباك الروحي، التزم فيها يومية، حتى تقدر إنك لما تقف أمام المذبح الإلهي ذهنك يكون مع ملك الملوك ورب الأرباب اللي هو عماله من خلالك بسمع صوت أبناء الكنيسة. عشان هيك يا ابني اهتم بحياتك الروحية، وبالأخص باستعدادك للقداس الإلهي، لأن القداس الإلهي هو أعظم شيء بتم على الأرض. ما في أعظم من القداس الإلهي بتم على الأرض. الله نفسه بيحضر، ببارك القرابين، بقدسها، وبعطينا جسده ودمه حتى ناخده زاد لحياتنا الأبدية ولحياتنا هون على الأرض حتى نتقدس. استعد دائماً الاستعداد اللازم لكل الأسرار والخدم الكهنوتية اللي راح تتممها. ما تستعجل في الخدمة ولا تكون بطيء، ولكن كون زي ما لازم أن تكون. انتبه إنه ذهنك دائماً يكون مع الخدمة، ما تشت في أي شيء دنيوي، ما تهتم بأي شيء عالمي. ثق بإلهك اليوم دعاك حتى تخدمه، ثق فيه، هو رح يرتب كل شؤونك، رح يرتب كل حياتك، رح يرتب كل اهتماماتك. ما تهتم أنت في شيء، أنت بس لما تدخل لقدس الأقداس اعرف أنت أمام من مين واقف، وتمم الخدمة
بقلبك، بمحبتك. أعطيني قلبك، أعطيني دمك، أعطيني فكرك، بحكي لنا يسوع. عشان هيك في وقت الخدمة دائما انتبه للخدمة اللي تتمم. اليوم الكنيسة كمان ببركة صاحب الغبطة بتدعوك انك تكون عضو من اعضاء إكليروس بطريركية القدس. يا ابني ما بتتخيل شو عظم هذا الشيء. هاي البطريركية بطريركية 2000 سنة اللي أول أسقف عليها بعد الرب والمخلص يسوع المسيح هو يعقوب أخ الرب، من خلاله أخذنا الكهنوت من الرب يسوع المسيح ليعقوب أخ الرب من العنصرة وبعدها ليومنا الحاضر. هذا التسلسل أنت من هلأ رح تدخل فيه، من عائلة لكهنوتية في بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في كنيسة أم الكنائس. افرح يا سهيون أم الكنائس ومسكن العلي، بحكي القديس يوحنا الدمشقي. وشاءت العناية الإلهية إنك تأخذ اسم القديس سوفرونيوس بطريرك القدس من هاي اللحظة وطالع اسمك أبونا سوفرونيوس. قديش جميل هذا الاسم اللي بيحمل في مكنونه حضارة روحانية كنيستنا المقدسة اللي آتية في جذور بلادنا. القديس سوفرونيوس بترك القدس اللي أخذ العهد العمرية، اللي عاش سنين صعبة اللي كانت فيها كنيسة الوقت القدس وقتها، ومسك الكنيسة وأبنائها لمينا وشط الأمان ببركة الرب والمخلص يسوع المسيح. ابني محبتي دائما رح تكون معك حتى تساعدك في كل خطوة من خطواتك الكهنوتية، وبالأخص منحط عليك خدمة مهمة اللي هي الإعلام في الكنيسة. قسم الإعلام في الكنيسة رح يكون جزء كبير منه لإلك حتى أنت تكون هاي خدمتك. بتمنى لك في هاي اللحظات هاي النعمة الإلهية اللي رح تتسربل فيها في هاي اللحظات. صلوات أباء الكنيسة، الأباء الموجودين معنا، قدس الأباء الأجلاء جميعا وقدس الأباء اللي ما تمكنوا من الوجود، والأباء من الكنائس الشقيقة كمان الموجودين معنا، وكل شعب الله المؤمن اللي بيرفع صلاته من أجلك في هاي اللحظات، حتى نعمة ربنا اللي رح تسكن فيك تعطيك هاي النعمة والقوة والبركة حتى تخدم الكنيسة حتى يتمجد اسمه القدوس. نعمة ربنا تكون معك يا ابني، وتعال ادخل لفرح ربك. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. أمين. تشفعوا
الرسل وبهجة الشهداء الذين كراستهم كانت بثالوث المتساوي النعمة الإلهية التي في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل هي تنتدب لبوذياكون سوفرونيوس الكلي الورع إلى درجة الشموسية فلنطلبن من أجله لكي تحل عليه نعمة الروح الكلي قدسه إلى الرب نطلب. أيها الرب إلهنا يا من بسابق معرفته ترسل موهبة روحك القدوس على المنتدبين من قوتك التي لا يستقصى أثرها لأن يكونوا خداماً يخدمون أسرارك الطاهرة. أنت أيها السيد احفظ في الوقار التام عبدك هذا سوفرونيوس الذي ارتضيت بأن يرسم مني لخدمة الشموسية واجعله يحفظ سر الإيمان بضمير نقي وامنحه النعمة التي منحتها استفانوس أول شهدائك الذي دعوته أولاً لعمل خدمتك وأهله لأن يعمل على ما يرضيك بالدرجة الممنوحة له من صلاحك لأن الذين يحسنون الخدمة يقتنون لأنفسهم درجة حسنة واجعله لك عبداً كاملاً لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميل الرب نطلب يا
قيصر من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى رب نطلب يا رب ارحم من أجل أبينا ورئيس كهنتنا كريستوفوروس والكهنة المكرمين وكهنوتي ومعاضدتي وبقائي سالما ومعافى ولأجل خلاصي وعمل يديه إلى رب نطلب يا رب ارحم من أجل عبد الله صفرونيوس المرتسم الآن شماسا وخلاصي إلى رب نطلب لكي يمنح إلهنا المحب البشر خدمة لا عيب فيها ولا شائبة إلى رب نطلب يا رب ارحم من أجل هذه الكنيسة المدينة المحروسة بالله وجميع المدائن الأديرة والكنائس والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى رب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب يا رب ارحم عضد وخلص وارحم محفظنا يا الله بنعمته بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فنودع دعواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. أيها الإله مخلصنا، يا من بصوته الخالد سنى لرسله ناموس الشموسية وأقام استفانوس أول الشهداء بكورة، من أتم ما كتب في إنجيلك المقدس، من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم خادما. أنت يا سيد الكل الذي أهلت عبدك هذا للدخول في خدمة الشموسية، املأه من كل إيمان ومحبة وقدرة وقداسة بحلول روحك القدوس المحيي، لأنه ليس بوضع يديه بل بافتقاد رأفاتك الغنية تعطى النعمة لمن أهلتهم لك حتى يصيروا بعيداً عن كل خطيئة فيقف لديك بلا عيب في يوم دينونتك المرهوب وينال أجرة وعدك الصادق، لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. تبتهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص وسربني بقميص السرور ووضع علي تاجا مثل عروس وزينني زينة عروسة كل حين لنا وكل وان ولدار الداهرين. آمين. مستحق مستحق رب نطلب قدوسا قدوسا قدوس الرب الصواعود السماء والأرض مملوءتان من مجدك، من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن للجميع خادما كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. أمين. أكسيوس 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 يمينك يا رب تمجدت بالقوة، يدك اليمنى يا رب حطمت الأعداء وبفور مجدك سحقت الأضداء. إلى ربنا كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. مستحق مستحق مستحق
الرب نطلب. إني ليس يداك صنعتاني وجبلتاني، فهمني فتعلم وصايا كل حين الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. أكسيوس 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 أكسيوس. مستحق مستحق تغيير يمين العلي. أي إله عظيم من لا إله إلا القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبل على مذبحه السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. يا ليسون في نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. إليسوع أن يكون
نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. أجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. ورزق كريم. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. استجب يا رب. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. ورزقك يريد. أن تكون واخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. أجب يا رب. سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودعنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. وأهلنا أيها السيد أن نشرى بدالة على أن ندعو كابا غير مدانين أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحني روسنا للرب لك يا رب. أيها السيد الرب أبو الرأفات وإله كل تعزية بارك الذين أحن لك رؤوسهم قدسهم واحرسهم وحصنهم وقوهم ابعدهم عن كل عمل شرير وضمهم إلى كل عمل صالح واجعلهم مستحقين للاشتراك في أسرارك هذه الطاهرة المحية بلا دينونة لغفران الخطايا ولشركة الروح القدس بنعمة ورافات ابنك الوحيد محبة للبشر الذي أنت مبارك معه مع روحك الكل قدس صالح والصانع الحياة لنا كل وان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. فلنصغي القدسات للقديسين قدوس من السماوات هاليلويا.
الرب يسوع المسيح، حكمة الله وسلامه وقوته. يا من أنت وحدك نقيا وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر التي لا توصف أخذت جبلتنا بكمالها من دماء البتول النقية التي ولدتك ولادة تفوق الطبيعة بحلول الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي. يا من بحسب البشر التي أخذتها ارتضيت الآلام المحية الخلاصية، الصليب والمسامير والحربة والموت. أمت أهواء جسد المفسدة للنفس، يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم. ادفن بالأفكار الصالحة مشورات الرديئة، وشتت عني أرواح الخباثة. يا من بقيامتك المحية ذات الثلاثة أيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضعا لي وجوه التوبة. يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب. أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن. يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني إناء لوروده. يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسيك، لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكل قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها المسيح تغادى بطرك واسفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر، طوعيا أو كرهيا، بمعرفة أو بغير معرفة، فاعف واغفر واسفح لي عنها كلها بما أنك الصالح والمحب البشر. وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتدي أن أكبر جسدك المقدس الطاهر بدمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله، يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح لللص أبواب الفردوس، افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم، لأن أما هذه فبلمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرثى لي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملته لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور، آمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وإنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأحلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا والحياة الأبدية، آمين. ها أنا ذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي،
فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك، لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح. في بهائك قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح وإلهي، لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. إذا عزمت أيها الإنسان أن تأكل جسد السيد تقدم بخوف كي لا تلتهب لأنه نار، وإذا عزمت أن تشرب الدم الإلهي للشركة اصطلح أولا مع الذين أحزنوك ثم كل الطعام السري واثقا. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، يا ينبوع الحياة وعدم الموت، الصانع كل البرايا المنظورة وغير المنظورة، يا ابن الآب الذي لا بدء له، المساوي له في الأزلية وعدم الابتداء، يا من لإفراط صلاحك لبست جسدا في الأيام الأخيرة وصلبت وذبحت من أجلنا نحن العديمي الشكر والفاقدي المعروف، وبدمك الخاص أعدت جبلة طبيعتنا المنفسدة من تلقاء الخطيئة. أنت أيها الملك الذي لا يموت، تقبل توبتي أيضا أنا الخاطئ، وأمل أذنيك إلي واستمع كلامي، لأنني أخطأت يا رب، قد أخطأت إلى السماء وأمامك، ولست مستحقا أن أتفرس في علو مجدك، لأني أغضبت صلاحك إذ خلفت وصاياك وما أطعت أوامرك. لكن أنت يا رب، بما أنك غير حقود وطويل الأنات وجزيل الرحمة، لم تسلمني لأن أهلك بآثامي، متوقعا رجعتي على كل حال، لأنك يا محب البشر قد قلت بوساطة نبيك إني لست أشاء موت الخاطئ بل أن يرجع ويحيا، لأنك أيها السيد لا تريد أن تهلك جبلة يديك ولا تسر بهلاك البشر، بل تشاء أن يخلص الكل ويقبل إلى معرفة الحق. فلذلك وإن كنت أنا غير مستحقا للسماء ولا للأرض ولا لهذه الحياة الزمنية، إذ قد أخضعت نفسي بجملتها للخطيئة وعبدتها للذات وعطلت صورتك، لكن بما أني صنعتك وجبلتك لم أيأس من خلاصي أنا الشقي، فأتقدم واثقا بتحننك الذي لا يحصى. فاقبلني أنا أيضا أيها المسيح المحب البشر كما قبلت الزانية واللصة والعشارة والابن الشاطر، وارفع عني حمل الخطايا الثقيل يا رافع خطيئة العالم وشافي أمراض البشر، يا من تدعو المتعبين والثقيلي الأحمال إليك وتريحهم، يا من لم تأتي لتدعو الصديقين بل الخطأ إلى التوبة، طهرني من كل أدناس الجسد والروح وعلمني أن أتقن القداسة بخوفك، لكي إذا ما اقتبلت نصيب قدساتك بشهادة نقية لضميري أتحد بجسدك المقدس ودمك الكريم وأحواك ساكنا وثابتا فيا مع أبيك وروحك القدوس. نعم أيها الرب يسوع المسيح إلهي، ولا يكن لي تناول أسرارك الطاهرة المحيا لمحاكمة، ولا أصير ضعيفا بالنفس والجسد من تلقاء تناولي إياها بعدم استحقاق، بل أعطني حتى نسمتي الأخيرة أن أقبل بغير دينونة نصيب قدساتك لشركة الروح القدس ولزاد الحياة الأبدية ولجواب حسن القبول لدى منبرك الرهيب، لكي أصير أنا أيضا مع كل مختاريك شريكا في خيراتك غير الفاسدة. أنا أعلم يا رب أني أتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بغير استحقاق، وإني غريم له وإني آكل وأشرب دينونة لي، إذ لم أميز جسدك ودمك أيها المسيح إلهي، لكني واثق برأفتك. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. أمين أمين أمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. أنا أعلم يا رب أني أتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بغير استحقاق، وإني غريم له وإني آكل وأشرب دينونة لي،
إذ لم أميز جسدك ودمك أيها المسيح إلهي، لكني واثقا برأفاتك فأتقدم إليك أنت القائل وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا. اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض، ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. تبارك الله إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دار الدائرين. وتناولنا مستقيمين أسرار المسيح الطائر المحيى الرهيب، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد سوء ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئه، لنودع انفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. نشكرك أيها الرب إلهنا على تناول أسرارك المقدسة الطاهرة السماوية غير المائتة التي منحتنا إياها إحسانا وتقديسا وشفاء لنفوسنا وأجسادنا. فأنت يا سيد الكل، هب أن تكون لنا شركة جسد ودم مسيحك المقدسين لإيمان غير خازن ولمحبة بلا رياء وللامتلاء من الحكمة ولشفاء النفس والجسد ولطرد كل مضاد وللعمل بوصياك ولجواب مقبول لدى منبر مسيحك المرهوب. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام من الرب نطلب. إليسون كري إليسون كري إليسون باسم الرب بارك أيها السيد القديس. يا رب يا من تبارك الذين يباركونك، تقدس الذين يتكلون عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ ملء كنيستك، قدس الذين يحبون بهاء بيتك، أنت شرفهم وعوض ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. وهب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، لكل عطية صالحة كل موهبة كاملة هي من العلوم حذرة من لدنك يا أبا الأنوار. لك نرسل المجد والشكر والسجود والآب والابن والروح القدس الآن كل عن دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا. من الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من ولدت في مغارة واتجعت في مذود لأجل خلاصنا،
أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل للحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم 72، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء ساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديس سوفرونيوس بطريرك القدس، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله وأكيم حني، وتذكار القديسة إفيانيا التي نقيم تذكارها اليوم جميع قديسيك. ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح والمحب البشر. رئيس كائناتنا احفظه يا رب لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم. أبنائي ميلاد مجيد، كل سنة وأنتم سالمين، سنة خير وبركة، وألف مبروك لأبونا سوفرونيوس. نعمة ربنا إله للخورية ولأهله ولأهل الخورية وللكل، نتمنى لهم نعمة ربنا دائما تكون معهم وبالقداسة يا أبونا. ربنا يحميك ويباركك، شفيعك من هلأ وطالع القديس سوفرونيوس يكون معك، وصلوات أباء الكنيسة دائما معك. انت أعطيهم اليوم يسلموا عليك. تقدر؟ تقدر؟ ولا تعبان؟ ولك مبروك. Σαργοθέντη ασπόρος
Χριστό το Θεό βοήσομεν, ο ανυψώσας το κέρασιμόν, Άγιος η Κύριε. Μην ασρωχνα πάλι πνί μαουλούδι μην αλλάβει καπλά του μηδούν εστιχάλ. المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع كتف يا من رفع شأننا قدوسا أنت يا Πατήρι κυρμών της μεγάλης βουλής σου των αγγελών ειρήνη παρεχομένων απέστειλας ημίν όθεν Θεογνωσίας προς πως οδηγηθέντες εκ νύχτος ορθρίζοντες δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Ινα λχούτ αλ μπαχρι πατ κδφα μιν αχσαϊουνάν καμα τακαππελαχου σαλίμαν ναδίρ αλ ζανίν. وأما الكلمة فلما حل في البتون واتخذ منها جسدا ولد حفيظا إياها بدون فساد ولم تلحق استحالة وحفظ والدته بدون مضرة فاذس ευσεβία συντραφέντες δισεβούς προσταγματός καταφρονήσαντες πυρός απειλήνου και πτωήθησαν άλλεν μέσω της βλογός εστότε σε ψαλών οντων πατέρων Θεός ευλογητός η. Νοσεπεχ ουανου περικού αλεζούντο λεπρά